من القاهرة مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن. نعرف أولا تفاصيل القصة، يعني هذه الاعتقالات على خلفية ماذا تحديدا، خاصة أنها تطال عسكريين؟ نعم، صباح الخير. طبعا الاعتقال كان في حقل العمر النفطي، كان المركز الذي يعتبر أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في سوريا وأكبر حقل نفطي سابقا في سوريا. الاعتقال للذين كانوا يخضعون لدورات عسكرية داخل حقل العمر النفطي، وقيل بأن الأمريكيين كشفوهم بأجهزة تجسس تابعة للاستخبارات الأمريكية بأنهم على اتصالات، تارة يقال مع القوات الإيرانية على الضفة الأخرى من نهر الفرات، وتارة أخرى يقال مع عناصر من الأحرار الشرقية وجيش الشرقية المتواجدين في مناطق السيطرة التركية. لذلك الأمر يحتاج إلى موقف واضح من الذين اعتقلوهم، لماذا اعتقلوهم، لماذا يبقون على اعتقالهم، لماذا لا يتحدث أحد من المسؤولين في مجلس دير الزور العسكري عن اعتقال نحو 30 عنصرا من مجلس دير الزور العسكري الذين كانوا يخضعون لدورة تدريبية في حقل عمر النفطي. إذا ما كان الأمر مثل ما يقولون بأنهم يعني تم كشفهم من قبل الاستخبارات الأمريكية، لماذا لا يخرج علينا أبو خولة رئيس مجلس دير الزور العسكري ويقول لنا في تصريح بأن الاعتقالات لهذا السبب؟ نحن نخشى من أن يتم اعتقال هؤلاء المتظاهرين الآن من قبل أبو خولة تحت ذريعة إثارة الفتنة وإثارة البلبلة. المطلوب الآن من السيد أبو خولة رئيس مجلس دير الزور العسكري في قسد أن يخرج ويقول لأهالي دير الزور لماذا تم اعتقال نحو 30 شخص، وهل من المعقول بأن 30 شخص جميعهم عملاء للمخابرات الإيرانية أو التركية أو مخابرات النظام؟ الأمر الاعتقال يجب أن يتوقف بهذه الطريقة العشوائية، وكل من يتم توقيفه يقال لزويه، يقال للرأي العام بأنه جرى التوقيف لهذا السبب، لا أن يتم الاعتقال عشوائي وبعد ذلك يفرج عنهم تحت مسميات تقارير قيدية. الأمر واضح، مظاهرات خرجت، قطع طرق حدث، والمظاهرات أعتقد بأنها حتى لو لم تخرج اليوم حتى اللحظة، ولأنها لن تتوقف حتى أن يتم الإفراج عنها. بس هذه التظاهرات التي ستكون سبقتني يعني كنت سأقول هذه النقطة، أنه نتحدث هنا ليست عن احتجاجات مدنية، احتجاجات لمسلحين، وكما كنا نسمع أحدهم كان يهدد أنه إذا لم يفرج عنهم اليوم بدهم يحرقوا المنطقة. لا، لم يحرق المنطقة، نخشى أن يكون يعني مصير هؤلاء الاعتقال بسلاحهم تحت مسميات الوقوف مع جهات خارجية. قد يتهم الذي هو حامل السلاح الآن بأنه عميل لإيران أو عميل لتركيا. يعني الأمر هو ليس أمر صغير حتى يعني يجري التعتيم عليه أو العدم الحديث عنه. عندما تحدث عن اعتقال نحو 30 عنصر في مجلس دير الزور العسكري، إذا ما كان 30 عنصر مخترقين من قبل المخابرات التركية أو المخابرات الإيرانية فهذا أمر كبير، لأنهم يعملون ضمن حقل العمر النفطي الذي يعتبر أكبر قاعدة عسكرية أمريكية. كيف دخلوا إلى هذا الحقل؟ وإذا لم يكونوا جميعهم هم الذين يعملون لدى الاستخبارات الأمريكية أو الإيرانية أو التركية، لماذا أبقوا على اعتقال الجميع؟ الأرضية ليست اعتقالات عشوائية واعتقالات جماعية تحت ذريعة بأنهم عملاء لأجهزة خارجية أو يعملون مع جهات خارجية. يعني تقصد أن هؤلاء الذين نراهم المحتجين المسلحين لن يشكلوا حالة استثنائية لدى قوات قسد، ومن السهل أن تأتي وتعتقلهم وتقول أنهم هؤلاء اعتقلوا لأنهم أرادوا أن يزعزعوا الأمن، يعملون لأجندة مخابراتية، وهلما جرى. يا سيدي، أنا أعلم بشكل واضح بأن الكثير من عملاء إيران موجودين في الضفة الشرقية من نهر الفرات ويعطون معلومات لإيران، لم يشاهدوا هؤلاء. يعني هناك أيضا منهم من عناصر داعش الذين يخرجون ليلا ويقومون بفرض الزكاة وفرض يعني الشريعة، شريعة داعش، على النساء في الجالسين أمام المنزل وفق عادات أهالي دير الزور. لذلك أقول لك بأن هناك الكثير من عملاء إيران وعملاء
خلايا داعش أو خلايا داعش أو خلايا تركية في تلك المنطقة. ولا أعتقد بأن 30 أو نحو 30 شخص الذين هم معتقلين في حقل عمر النفطي جميعهم إن كان بينهم عملاء للمخابرات الإيرانية والمخابرات التركية. ويجب الإفراج عن من ليس لديه إدانة واضحة ويعني إثبات دقيق بأنه يعمل لصالح إيران أو لصالح تركيا وفق معلومات تستهدف المدنيين أو تستهدف المنطقة. يفهم من الكلام أن قسد أيضا يعني لم يختلف عن غيره في مسألة القبضة الحديدية في حكم المناطق التي يسيطر عليها بشكل واقعي بسوريا، ولكن هؤلاء خرجوا من مظاهرة مسلحة. الخارجين الآن في مظاهرة مسلحة، لو شاهدتهم في مناطق النظام أو مناطق الجيش الوطني لكان مصيرهم القتل. لذلك أقول لك بأن كافة التراب السوري يوجد فيه قبضة حديدية ويوجد فيه اعتقالات ويوجد فيه يعني حالات قمع للمواطنين، ولكن ب يعني درجات مختلفة. يعني مناطق قسد تختلف عن مناطق النظام. إذا ما خرج هؤلاء في مناطق النظام سوف نشاهد بأن مصيرهم الإعدام الميداني، أو حتى في مناطق النصرة أو مناطق تركية نشاهد بأن مصيرهم القتل. ولكن هؤلاء عبروا عن رأيهم، ولكن هل نعلم ما هو مصيرهم الآن؟ لا نعلم حقيقة الأمر. من القاهرة مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، شكرا لك.